معانا المخرجه الكبيره الاستاذ شيرين عادل. اهلا بحضرتك يا فندم. مساء الخير يا استاذ عمرو. مساء الخير يا مي. هلو يا استاذ شيرين، ازيك؟ وحشتيني جدا. الف مبروك. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. واضح مسلسل متعب في تنفيذه، يعني ان انت اشتغلتي كل حاجه حقيقيه يعني. لا متعب، ده قاتل. احنا اتبهدلنا. بس الحمد لله يعني النتيجه كانت كويسه الحمد لله. قالت لي انا عملت مسلسلات كتير اكشن وفيها شغل كتير جدا، انا عمري ما تعبت التعب ده في مسلسل. لا عربيات وحاجات بتتقلب مسلسل بجد كل حاجه. ورصاص عايزه موجوده في المسلسل، ورصاص كتير وسلاح يعني حاجات محتاجه تنفيذ مقنع يعني. لا كله واكشن كتير جدا. طلع انا عملت مسلسلات اكشن كامله، ما عملتش فيها كم المشاهد للاكشن دي. طيب المسلسل اللي فيه ثلاث ستات ده بيبقى عامل ازاي؟ انا اعرف ان اتنين ستات ممكن يبوظوا اي حاجه، انما ثلاثة ده يبقى كتير شويه. لا والله كانت تجربه لطيفه جدا. الحقيقه مي وروبي من الناس اللي انا حبيت جدا الشغل معاهم. كويسين قوي مع بعض، مطيعين، بيسمعوا الكلام، ما بيعترضوش على اي حاجه. انا بصراحه بهدلتهم وما حدش قال لي لا في اي حاجه طلبتها. هما مع بعض كانت علاقتهم حلوه قوي، وده كان خادمنا جدا في المسلسل. يعني هما كانوا على طول قاعدين مع بعض، بياكلوا سوا، قاعدين بيراجعوا المشاهد مع بعض. ما تخنقوش خالص يا شيرين. والله ما تخنقوا خالص. انت اكيد كنت داخله قلت ايه، يا رب بس ربنا يصبرنا عليهم الاثنين ويعدوه على خير للاخر. بص هقول لحضرتك، طبعا انا كنت داخله قلقانه، لان يعني دايما التجارب اللي فيها اثنين ستات مع بعض بتبقى صعبه. بس الحقيقه لا انا ما شفتش منهم اي حاجه خالص، بالعكس كانوا كويسين جدا مع بعض وكانوا كويسين جدا معايا، فلا كانت تجربه لطيفه جدا يعني. طيب احنا شفنا النهايه مفتوحه كده ان ممكن يبقى في جزء تاني، ولا هي دي نهايه فانتازيه وخلاص؟ والله يعني يعني احنا لحد دلوقتي رسميا ما حدش طلب مننا حاجه، بس احنا النهايه كانت عجبانا يعني، النهايه المعموله حلوه فاحنا عملناها بهذا الشكل. موضوع بقى جزء تاني مش جزء تاني دي مش بتاعتنا يعني. طيب ايه اغرب موقف حصل لكم في المسلسل ده؟ طبعا لوكيشنز تصوير مختلفه، ومجاميع وحارات ومقابر وشوارع وطرق صحراويه وطرق زراعيه وارياف، ايه اغرب حاجه حصلت لكم؟ لا حصلت لنا مواقف كتير قوي، بس طبعا انا كنت بصور في المقابر، وفتحنا فعلا مقبره حقيقيه، هي كانت فاضيه يعني ما فيهاش حاجه، بس فتحنا المقبره وكان مطلوب منهم ان هم يسمعوا صوت ترنت البوليس وينزلوا يجروا ورا المقبره. ايوه. ماي الحقيقه ما اعترضتش، اللي اعترضت روبي، قالت لي انا استحيل انزل. روبي خايفه تنزل المقبره؟ مش هننزل المقبره الحقيقيه. قالت لي ممكن حاجه تلبسنا، انت مش فاهمه، ممنوع الستات ممكن حاجه تلبسنا، ممنوع الستات تنزل المقبره. قلت لها هي فاضيه، هي مقبره فاضيه، قلت لها دي يعني واحده جديده. سمعها كتير قوي. قالت لي ونزلت نزلت المصور تحت يعني، نزلت المصور ومدير التصوير. عملنا بقى دي، عملناها ديكور، بس جينا في الشاط اللي المفروض يعني المفروض يعني بناخد خطوه اكننا هننزل. فانا مسكتها عشان الشوط يظبط، فشدتها لتحت قوي، فنزلت بيها كتير قوي. فاستاذه شيرين جت قالت لي وهي فعلا بجد روبي ما كانتش عايزه تنزل المقبره ابدا يعني، قالت لي ابوس ايدك انا يستحيل انزل. قلت لها طب يعني ايه نحاول كده، ويعني ومي راحت شداها واخدها على تحت، نزلنا لتحت او نزلنا كل السلالم وطلعنا تاني. وضحكتوا على البنت يا عيني ونزلتوها المقبره. وخرجت منهاره طبعا، بس عادي. بس لا ما صورناش بقى يعني المشهد ده مش في المقبره. عملتوا ديكور. بس نزول السلم ده كان حقيقي على مقبره حقيقيه. انت برضو مخرجه مفتريه يعني، خلاص الست مش عايزه تنزل يعني. مقابر حقيقيه. مقابر حقيقيه، وعرس حقيقيه. وعرس حقيقيه. هقفوا عليا. والكلب في برضه مشهد الكلب بيجي يشمشم كده جنبي، والمفروض ان هو بيجي يصحيني برضه يعني. انت بتحبي الكلاب؟ الكلاب عادي، ما عنديش فيها مشكله. ما فيش مشكله. المخرجه الكبيره شيرين عادل، الف مبروك وبشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.